ما معنى النرجسية؟ النرجسية هي العظمة المرضية وتعد اضطرابا عقليا يعزز شعور الشخص بأهميته الخاصة وحاجته للإعجاب وعدم التعاطف مع الآخرين، لكنه قد يخفي وجود قلة ثقة بالنفس واحترام قليل للذات، يجعل المصاب عرضة لأي انتقاد. قد قدرت دراسة في العام 2009 أن 6% من سكان الولايات المتحدة يعانون من اضطراب الشخصية النرجسية. يسبب اضطراب الشخصية النرجسية مشاكل كثيرة في مجالات الحياة مثل علاقات العمل أو المدرسة أو الشؤون المادية، إذ لا يشعر المصاب بالرضا لعدم حصوله على امتيازات أو الإعجاب الذي يعتقد أنه يستحقه، وبالمقابل قد لا يتمتع الآخرون بوجوده، ولذلك تكون علاقاته مضطربة. يتركز علاج اضطراب الشخصية النرجسي على العلاج النفسي. يعد اضطراب الشخصية النرجسية أحد أنواع الاضطرابات النفسية، وهو يحد قدرة المصاب على الكثير من الأمور مثل العمل وتكوين العلاقات والتعامل مع الانتقاد، ويحاول عادة احتكار المحادثات والتقليل من شأن المحيطين فيصورهم أقل قيمة، وقد يعمل على احتقارهم ليظهر أفضل منهم. وعندما لا يشعر بالكمال قد يصاب بالاكتئاب. استخدم العديد من الخبراء المعايير الواردة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية بالإنجليزية DSM-5 التي نشرتها الجمعية العامة الأمريكية للطب النفسي لتشخيص الأمراض النفسية. ويستخدم هذا الدليل أيضا من قبل شركات التأمين لتشخيص هذا الاضطراب، وتشمل معايير اضطراب الشخصية النرجسية عدة أمور، منها المبالغة في الشعور بالأهمية بالذات وانتظار التفوق دون وجود إنجازات حقيقية وتضخيمها إن وجدت، والإيمان بالتفوق الذاتي وطلب الإعجاب المستمر مع الشعور بأحقية ذلك وتوقع امتيازات خاصة بناء على التفوق الوهمي والاستفادة من الآخرين للوصول إلى ما يريد، ووجود عجز وعدم رغبة في التعرف على احتياجات ومشاريع الآخرين مشاعر الآخرين عفوا، والاعتقاد بغيرتهم وحسدهم والتصرف بطريقة متغطرسة تجاههم. قد يظهر أن بعض معايير اضطراب الشخصية النرجسية تشبه الثقة بالنفس، لكن هذا غير صحيح، فالاختلاف الحقيقي بينهما هو يكون تخطي المضطرب لهذه المرحلة، أي مرحلة الثقة، وتفكيره بأنه ذات قيمة أفضل من قيمة الآخرين. من أسباب النرجسية، هو من غير المعروف ما الذي يسبب اضطراب الشخصية النرجسية كما هو الحال مع غيرها من الاضطرابات النفسية، لكن الأسباب المرجحة للإصابة بهذه النوعية من الأمراض هما سببين. السبب الأول هو عدم التفاهم في العلاقة بين الوالدين والطفل، فإما التدليل المفرط أو النقد المفرط له في مرحلة الطفولة. وثاني سبب من أسباب النرجسية هو أسباب وراثية ونفسية مرتبطة بالاتصال بين الدماغ والسلوك والتفكير. مضاعفات اضطراب الشخصية النرجسية إذا تركت دون علاج يمكن أن يشمل ما يلي: صعوبات في العلاقات الاجتماعية، مشاكل في العمل أو المدرسة، الاكتئاب، تعاطي المخدرات أو الكحول، وهناك أفكار انتحارية أو محاولات حقيقية للانتحار. العلاج: قد يكون تقبل العلاج النفسي صعبا جدا لدى المصابين باضطراب الشخصية النرجسية لعدم رغبتهم بالتفكير بأن هنالك خطأ ما، إذ أن ذلك لن يتناسب مع صورتهم التي يرسمونها لأنفسهم، لذلك في الاحتمال الأكبر أن تتطور حالتهم دون شعورهم بذلك، وأن يطلبوا العلاج عندما تتطور لديهم أعراض الاكتئاب بسبب الانتقادات أو الرفض. يعد العلاج النفسي البداية الأساسية لعلاج اضطراب الشخصية النرجسية، فالعلاج النفسي يساعد على إصلاح علاقات المريض ويجعل ترابطه مع الآخرين أكثر حميمية وصدقا، ويساعد في فهم أسباب عواطفه وعدم ثقته بالآخرين أو احتقاره لهم أو لنفسه. قد يكون من الصعب تغيير السمات الشخصية، لذلك من الممكن أن يستغرق العلاج عدة سنوات. لا توجد أدوية مستخدمة خصيصا لعلاج الاضطراب الشخصية النرجسية، لكن إذا كان هناك أعراض اكتئاب أو قلق أو غيرها يمكن أن يحصل المريض على أدوية مضادات للاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق، والتي تعتبر مفيدة في هذه الحالات. كما أن هناك بعض الأمور التي يجب أن يركز عليها المريض أثناء علاجه، كالحفاظ على تفهمه لمراحل العلاج والتمسك بخطة العلاج الخاصة به واتخاذ الأدوية الموصوفة له وتثقيف نفسه حول طبيعة الاضطراب والحرص على متابعة علاج تعاطي المخدرات أو إدمان الكحول أو أي مشاكل صحية عقلية أخرى.
وتعلم الاسترخاء والتعامل مع الضغوطات ومحاولة الحد من الإجهاد والاستمرار في التركيز على الهدف والتذكر بأنه يمكن إصلاح العلاقات المتضررة ليصبح أكثر سعادة في حياته. مثل أي اضطراب نفسي آخر، فالحصول على العلاج خاصة في المراحل التي يطغى عليها الحزن في حياة المصاب هو خطوة هامة جدا، إذ يساهم العلاج النفسي في جعل حياة المصابين أكثر جدوى ومتعة.